سف الثوار من الرختار من الرختار كثير بروحهم ايوا في سف الثوار اللي موجودين وجابوا جثمان من سلوك وسلموا للليبيين من الرختار من جبان السيدي عبيد البريح ايوا كانوا حاضرين المصادق هذا غلط القذافي حكم الشعب الليبي 42 سنه عرفت ولكن 42 سنه ما فيش استقرار في الشعب الليبي استقرار بالكل تريح الشعب الليبي اكزاكتلي at the moment of his arrest. تنحشفنا الصدفة جبلنا واحد أعتقد من واحد خارج. اللي المطلوب يعني يا رد تضريح مطرحة وكذا هذه اللي احنا طالبينها من الاول ايوه تبدو من الاساسات القديمه تبنوا عليهم ولا تبي تنزل لازم نكشفوا عليهم كلها اذا الشهداء هذايا تنحط فيه من الاول الرؤيه تبدا واضحه لان هي تدير فيه كل شيء هذاك اذا كان انتم حاولتوا تقحوا فيه تاريخ الجهاد الليبي اللي هي مثلا قالوا نحطوا فيه زي الرسومات هذه لو سمحت باش من الصوف لا دائما عارفين الشهد الذكرى 80 اللي اعتام عضو المختار الشهد الذكرى 50 هي قادر اوكي تمام هي كلمة قالها جدنا عمر مختار نموت ننتصر او نموت انا بنصح الناس ان شاء الله نكملوا بها ان شاء الله خشواري في عقر داره باذن واحد احد انا بنصح الناس أقوى معلم